من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا صاحب الذكرى. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام على الحسن والحسين والأئمة. السلام والسلام على الأئمة التسعة من ذرية الحسين. السلام على القائم آل بيت محمد. السلام على الإخوة والآباء الآباء والإخوة والأبناء الكرام. الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله خلق الناس إخوة إخوة أي عذر لنبي على
لقينا وذقنا فكفانا ما قد لقينا وذقنا ما عهدنا على العقول فبالا ان قوما على المحبه عاشوا حاش لله اجلهم ان ينالا فاعطني اذنا وقلبا وعقلا هم بامثالهم لدي ثقالا وبها تهدا النفوس وكانت قبل هذا الهدوء داء قضالا ها هو العفو في علاه ينادي للمقدس الشريف تولت مريم الطهر والمخاض تتالى
الدهر وإن الله الزمان محالا قد رعى زهره الرسول وليدا فلم أعوده عليه وطالا فغداك رسولي أصلا وفرعا وابتداك النبي أزكى حصالا فعلي محمد في علي الدين من توالى بهدى بهذا توالى فلنا العذر إن شربنا فإن لنا حبلا بآل رسول الله ينتصر
صل على محمد وآل محمد. للأسر المحتاجة والمعوزة،
وايضا من اهدافها طبعا تقديم الاعانات والمساعدات في الظروف الطارئه كالمرض والبناء والزواج وما شابه ذلك. ايضا من مهامها تقديم القروض وتقديم المساعدات الاخرى. طبعا بدايه هذه اللجنه كما اتذكر انها كان في الثمانينات، وكان كما قلت لجنه متفرعه او لجان متفرعه، يعني ما كانت تتمثل في لجنه واحده وانما كانت هناك مجموعه من اللجان. هذه اللجان كان عندها مجموعه من الاعضاء القليلين التي لا يفي بالغرض، وهناك لجان اخرى الى جانب اللجنه الخيريه التي كانت لجنه محدوده في دفعها وفي طبعا اشخاصها. هذه اللجنه كما اتذكر مع الحاج عبد الله بن حسن بن سرحان حبذا لو قرانا روح الفاتحه مع الاخوان والشهداء. وطبعا ظلت فتره وجيزه الكل يعمل على حده، يعني كل واحد عنده مجموعه من الاشخاص وعنده مجموعه من الاسر والمتبرعين، الى ان بدات اللجنه تاخذ منحى جديد توسع دائرتها، وفعلا بدات توسع دائرتها وشكلت لها مجموعات من المتبرعين حتى تستطيع ان تساعدها في عمليه بذل او العطاء لهذه الاسر المحتاجه، واعطت ثمارا ولكن ما كانت تكفي بالقرار. ثم بعد ذلك ايضا نهب منها اخر وبدات تتناقل بين حين واخر على مستوى لا باس به في عدد كبير من افراد القريه، وطبعا اعطت ثمار وبدات تسد حاجات المحتاجين التي طبعا حسب الاسر الموجوده عندنا. ثم ابدات اللجنه ان توسع دائرتها الى مجال اوسع واعظم، لان الحياه بدات تكون صعبه والايرادات المالية ما كانت تفي بالغرض، وطبعا الاسر ما كان هناك المبلغ الذي يمكن ان يوفر على اساس يعطى لهذه الاسر. فاتخذت اسلوب، والاسلوب الاخير هو اسلوب العائله، اسلوب العوائل. يعني قامت اللجنه بوضع خطه لها على اساس توسع مجالها الى الاسر او المجال العائلي، واوزعت هذه طبعا اللجان الى مجموعه من الاسر، وطبعا قد كما تذكر بان حوالي فوق ال 20 اسره، وطبعا اعطت ثمارها بشكل واسع. يعني حينما قمنا بتوزيعها الى الاسر طبعا استطاع هذا المثال من هذه الاسر ان يغطي تقريبا نوعا ما يغطي الاسر المحتاجه، وايضا يغطي المشاريع الثانيه الاخرى. على وطيل طبعا المده محدوده عشان نكون متاخرين. طبعا هذه اللجنه كان لها امال وطموحات، وبدات تعمل جاهده، وطبعا نشكر الاخوه شكرا جزيلا على انهم فتحوا لهم املا، ولكن طبعا ما استطاعت اللجنه وهو طبعا الصندوق الخيري اللي بدانا فيه في فتره طويله حوالي 93، ورغم جهود الاخوه الا انه اوقف هذا الصندوق.
حقوق الصندوق وهو الوزير. والآن إن شاء الله نأمل إن شاء الله في الأشهر التالية أن يتحقق هذا الأمل حتى نقدر نوسع من هذه اللجنة وتبدي أنشطتها الحقيقية. طبعاً أيضا رجاء إلى الأخوة بأن يبذلوا عطاهم وجهدهم لأن هناك أسر محتاجة. وطبعاً هذا زاد إنسان من يتبرع وينفق هذا زاد. يقول الإمام علي عليه السلام: خذ زادك معك فلن يشرق عليك الولد والزوجة، أو أحمل وسائر الراحة إلى قبرك فلن يحملها غيرك بعد وفاتك. فنأمل إن شاء الله من الأخوة، طبعا أهل القرية معروفين بجودهم وكرمهم وإيثارهم هذا لا ننسى. وأنا أترك المجال للأخ الطاهرة يكمل ما تبقى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ابتداء نبارك لكم هذه المناسبة العطرة، ومن صاحب هذه المناسبة الذي ارتبطت سيرته عرفناها جلية بمتابعة الأقوال بالأعمال، كان دائما يطبق ما يقول، ووصف بصفات العمل والمبادرة في تاريخه من بدئه حتى ختامه. وكانت من بين الصفات التي اتصف بها هي إعالة وكفالة المحتاجين، وكان كثيرا ما يتألم لهذه الظاهرة حينما تجد في مجتمع ما، أو حينما يرى إنسان قريبا منه، أو حتى يسمع الإنسان في حالة عوز يتألم بذلك الإنسان ولا يستطيع أن يبات ليلته دون أن يقدم له شيئا، حتى تروى له تلك الأبيات التي كان يحفظها الجميع: ما إن تأوت من شيء وزدت به كما تأوت للأيتام في الصغر قد مات والدهم من كان يأكلهم في النائبات في الأسفار والحضر. وكانت سيرته حتى آخر أيامه وهو يستقبل الشهادة ويودع الحياة يوصي أبنائه: الله الله في الأيتام، وهل مجرى بقية المحتاجين والمعوزين في المجتمع. من هذه الصفة التي دعانا إليها الإسلام والتي طبقها الإمام علي بن أبي طالب قامت الجمعية الخيرية في القرية لتؤدي بعض الواجب، لأنه أمر فرض علينا. ما يقدم من عون للفقير وللمحتاج أو لليتيم ليس منة ولا فضلا ممن يتقدم به، وإنما هو واجب ينبغي أن يدفع، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا حق ينبغي أن نتفضل به على نتقدم به، ونطلب كذلك المعذرة من فقراء القرية ومن معوزيها أو المحتاجين من المعذرة على التقصير أو عدم القدرة على إعطاء ما يكفي، حتى نترك المجال فقط إلى الحوار وإلى النقاش، وذلك أجدى. سأبوب ما تقدم به الأستاذ جعفر، فهو تحدث عن نشأة هذه اللجنة، ثم تحدث بعد ذلك عن مهام هذه اللجنة، ثم تناول بعد ذلك طموحات هذه اللجنة وما تعانيه كذلك هذه اللجنة. فحبذا لو نبدأ بالنقاش ليكون ذلك أجدى. أنا الوقت ضيق، أحد عنده سؤال، عنده استفسار يتعلق بالجمعية الخيرية، كان بدنا أن يكون هناك صندوق كذلك للاقتراحات، ولكن ما تم فعله لوضع في هذه الليلة. وعلى كل حال من لديه اقتراح بإمكانه أن يتفضل به مباشرة، أو حتى
طبعا اجلال المعدرات يشكر من الاسر الفقيره والمحتاجه بقريتنا، فكلها تمجد هذه المؤسسه وتشكر مجهودها الطيب في المناسبات اللي هي الملحه كمناسبه شهر رمضان، ولا احيانا كمناسبه المدارس او كالمناسبات العالميه اللي تدعو الى الصحه. النادي له يد طولة في هذه الامور، واللجنه الخيريه مع النادي مساهمان في اللي هي رفع حاله العوز والحاجه من اهالي القريه. تفضل. بارك الله فيك استاذ جعفر. طبعا اللجنه خطت خطوات كبيره، هناك من بين هذه الخطوات قامت بالمساعدات سواء كان ماليه او حتى القروض، وطبعا بالنسبه للقروض حل كثير من مشاكل الشباب سواء كان في الزواج في البناء، يعني طبعا هناك عدة مشاريع حتى الزواج الجماعي، ولكن طبعا هذا الى الان ما حدث نتيجة ربو. طبعا اللجنة عندها مبادرة من هذا الجانب، وفي هناك طبعا اعمال اخرى. اما بالنسبة طبعا الاسباب العائقة طبعا وهو العون المادي الذي طبعا هذا يحتاج الى مال كثير، احنا نقوم بما يكفي الغرض فقط. وهناك طبعا امور اخرى اللجنه حاولت ان تحلها بنفسها. سؤال اخر. تفضل يا فندم. هل هناك رصد او تقييم الى منجزات اللجنه؟ يعني أو دراسة إلى كل عوامل الضعف وعوامل النجاح بالنسبة للجنة. بارك الله. طبعاً اللجنة في استمرار في تواصل عملها وتقيم عملها بين حين وآخر، ولعل سؤال سلمان له صلة بالسؤال الآخر، لا شك بأن اللجنة فيما يتعلق بهذه القدرات يعني ليست بعيدة جدا، وإنما نحن نقول نكتفي بأن اللجنة تمارس دورها، ودائما هي تقيم الدور الذي تقوم به وتحاول معرفة بعد ذلك هل حصلت النتيجة المرجوة أم لم تحصل تلك النتيجة، ما هي الأسباب، وتسعى بعد ذلك لو لم تحصل تلك النتيجة المرجوة ما الأسباب التي عاقتهما، تعمل على أهلها. واللجنة تدرك تماما بأنها أدت ولله الحمد جزءا من واجبها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المعازين في القرية، ولكن هي بحاجة إلى المزيد كما ذكر الأستاذ، لأنه ما يقدم من مال للأسر المحتاجة ما هو إلا لرفع حالة الضرر الحد الأدنى من ذلك، وهي بحاجة إلى مال أكثر، وهناك عندنا أسر كذلك بحاجة أن تضم وتعان مع هذه الأسر، ولكن هذه توقف على مساعدة أهالي القرية. إحنا من هذا المكان نناشد الجميع وكل من يعمل المشاركة ولو بدينار واحد، مشاركة ولو بدينار واحد. يعني الروح الإسلامية علمتنا أنه لا يمكن أن أهدأ، لا يمكن أن أنام، لا يمكن أن أستقر وأنا في حالة شبع، في حالة اكتفاء، ثم
ثم جاري أو من بقريتي يتألم من الجوع أو لديه حالة ملحة تحتاج إلى مساعدة وأنا بعيد عنه. فدينار واحد شهريا تقدم أنت لهذا الفقير أو لذا عن طريق هذه الجمعية بإمكاننا أن نحسن المساعدات، بإمكاننا أن نرفع عدد الأسر التي نعيدها، أو كذلك المبالغ التي تقدم للأسر الفقيرة. مساعدته. فإحنا الآن ماشيين في أسلوب العوائل،
ونتمنى أن يعم هذا الأسلوب وأن نتعاون كأفراد عوائل مع هذا الأسلوب، وأن يسأل مثل ما سأل الآن الأخ حسن، يسأل كل شخص منا نفسه لمن أقدم هذه المعونة لتتوجه لفقراء القرية. إذا سأل هذا السؤال حتما يصل إلى إجابة، سواء كان هذا الشخص من عائلته أو شخص آخر يوكل به. وعندنا باب مفتوح عند جاسم ماجد مثلا، عند حمد إبراهيم مثلا، عند أستاذ جعفر، بإمكانك أن تسأل وتصل إلى الإجابة، وإن شاء الله راح يعاد أسلوب العوائل بشكل أفضل وأفضل مع الأيام المقبلة، ونتمنى مشاركة واسعة. والله احنا يا ابو سلمان هذه امنيتنا ان شاء الله وحلمنا، احنا خلنا بس الان نوفق لمساعده اللي هم اصحاب الرواتب الرسميه. طبعا احنا لما نقول دينار نقول دينار بيعطوا 100 دينار، لكن المدرس مثلا واللي راتبه فوق ال 400 دينار و 500 دينار لا يدخل يعني بالخمسه دنانير بالثلاثه دنانير، يعني الان المعدل المدفوع 3-5، يعني مو نقول دينار يجينا واحد راتبه 800 دينار ويدفع دينار، وهذا الدينار هو واقف يشتري سندويش يطيب الدينار ودينارين، فاحنا امامنا اسر تحتاج لاعانه، فاحنا نجيب الدينار من باب انه لا يبقى لا يحرم من هذا العمل الخيري انسان في القريه، من باب ان يشمل هذا العمل الخيري كل ابناء القريه فتحنا هذا الباب، ان نبدا بالمساهمه ولو بدينار. ثم عندنا حصالات الجمعيه موجوده في بعض الكمباز، موجوده في بعض الدكاكين، موجوده في الجمعيه الخيريه. عندك 10 فلس فضيل ولا 5 فلس فضيل ولا 100 فلس احيانا نفلتها في الحصاله، و50 فلس على 10 فلس بتكون لنا مبلغ يسد رمق اسره معينه هي في امس الحاجه في هذا البلد. نعم. سؤال للاستاذ جعفر، هل هناك فائده ترجع للمجلس من خلال هذه الظروف؟ طبعا لم تكن هناك فائده، لم تكن هناك فائده، وانما هو عمل انساني للوقوف الى جانب هذا الشاب يريد ان يخطب او يبني او اي مشروع عنده ثاني. فطبعا ما في مردود مال، هذا المبلغ طبعا خصص فقط للحالات او للقروض لاشخاص معينين. طبعا احنا عندنا ما يقارب من مبلغ معين، هذا المبلغ يوزع على مجموع حسب المبلغ المحدد، يعني فرضا لو حسب 2000 دينار هناك 5 اشخاص يستلمون هذا المبلغ شهريا فقط للحاجه للمساعده والحاجه، يعني ما في ليست له فائده. طبعا من ذكرنا القروض، طبعا حوالي 25 شخص الى الان اقترض من هذا المبلغ المعد او المقرر، اعطي ل 25 شخص. تمام، لان هذا المبلغ محدد، متى ما وزع هذا المبلغ على مجموعه من الاشخاص، فرضا 5 اشخاص يوزع على هؤلاء الاشخاص، متى ما انتهوا طبعا يعاد الاسماء المدرجه على القائمه وتعطى الى ما ينبغي، وطبعا فقط للمساعده. تفضل استاذ. فكيف؟ لا تمام، بأن هذا المبلغ أعد سابقا، يعني أعد من سنوات، خصص للقروض فقط،
ماني دخل طبعا بالاسر او ما يجمعهم الاسر، انما هناك هذا المبلغ خصص من سنوات اعد على اساس توزيعه ويعاد ويوزع على مجموعه من الاشخاص. ما يتعلق بهذا الموضوع قليل، ما يتعلق بموضوع القروض. الان اللجنه الخيريه صار لها من العمر ما يربو على 15 عام. في مسيره هذه السنوات الطويلة استطاعت أن توفر مبلغ زهيد من المال، قرابة 1500 إلى 2000 دينار. هذا المال كذلك حبت هذه اللجنة أن لا يبقى دون أن يستفيد منها هذه القرية، ففتحت به اللي هو باب القروض البسيطة، أنه القرض في حد ذاته ما يتعدى عن 400 دينار للمحتاج، ولا يعطى لكل واحد محتاج. يعني لو جاء استاذ جعفر وقال انا بالقرض، نقول اليه الباب عليك مسدود، انت ما تعطى قرض. اللي يعطى قرض هي الحالات اللي هي في حاجه لاعانه ملحه، واحد مثلا بيتزوج وراتبه 100 دينار. كيف يستطيع ان يتزوج؟ فنقول احنا هذا نقدم اليه هذا القرض على اساس ان يعيده بشكل منتظم. ولا واحد بيخطب، ولا واحد بيبني. هاي الحالات فقط اللي احنا نعطيها، بشرط ان يكون الشخص متضرر، صاحب مدخول ضعيف جدا. اما المقتدر نقول له البنوك مفتوحه، انت شوف شغل معها. احنا فقط الناس الضعفاء جدا يقدم لهم هذا المبلغ. يعني المبلغ اذا لاحظ بانه يدور في نفس الدائره اللي هي خدمه المحتاجين في القريه، لم يقدم المبلغ هذا في يوم ما لشخص قادر على ان يتحمل التكاليف الماليه اي جهه اخرى. يقدم هذا المبلغ لشخص في حاجه من العوز والفقر، وهذا المبلغ بالنسبه اليه يعينه على التغلب على حياته، ويؤخذ منه كذلك ليعطى شخص اخر. طبعا احنا الشخص هذا لا نعطيه القرض الا بكفيل. لا يقدم القرض الا بكفيل، والكفيل لابد ان يكون مقتدر، وكذلك يوقع على انه يتعهد بدفع كل ما يعجز عن صاحب القرض البسيط اللي هو 400. نعم. طبعا طريقتنا في القرض اعقد من البنوك. لان احنا اصلا كل المبلغ اللي عندنا 1500 دينار ولا 2000 دينار، هذا قوي اعلى مبلغ لهذا الباب. فاعقد من القروض، فما نعطيهم الا احوج المحتاجين، بعد ما يمر بسلسله من الاختبارات وسلسله من المناقشات داخل اللجنه يتم اعطاء هذا المبلغ. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السؤال هذا بدل من أن يوجه فيه الاتهام للأشخاص اللي يرى تكرر شكلهم أو اسمهم في مختلف الأعمال، يوجه إلى الآخرين الذين يعزفون عن الإقدام على هذه الأعمال. يعني لا تتصور أن هناك شخص هو راضي عن نفسه مواقع في أكثر من عمل. لا بس في بعضهم فيه، يعني هم يمكن يتطورون عن الموقف. لا. في ناس يعني ليش نواقش في كل اللجنة؟ مع الذين ما شاء الله يعني ليش مصر في كل اللجنة؟ هذا اللي أقوله إليك، وهو واقع العمل عندنا في كل اللجان. الشخص اللي تشوفه موجود في أكثر من عمل، فاعترف بأنه في شو اسمه يصل إليك الخبر بأن هذا الشخص مضغوط عليه ليبقى لعدم وجود البديل إليه. فلو وجد البديل رفع عن كاهل هذا الشخص عمل ليبدع في مجال واحد. ما في إشكال أن الواحد يتعدى الوجه.
نستفيد من المجتمع الا ما ندر، هذا ما يمكن ان نعول عليه. احنا بحاجه الى شبابنا الان انتم، يعني احنا الان اعتبروا احنا عشرنا وكبرنا، محتاجين الطليعه من شبابنا يتقدمون لمثل هذه الاعمال ويتوجهون لمثل هذه الاعمال. الملاحظات الهامة والتي من شأنها تحافظ على أمسية
بداية تلاقى نقول لهم بكل احترام إن مثل هذا الموقف يربك الموقف ويشتت تركيز الرابط ويحدث تململا بين المعزين. لذا نرجو أن يكون التجمع والانتظام عند مبنى الجمعية الحسينية. ثانيا، السير جانبي الموكب وأمامه يذهب من هيبة الموكب، فمن الملاحظ كثرة الأحاديث الجانبية وتقدم مجموعة من مختلف الأعمار أمام الموكب وكأن موكب آخر. هذا الموقف لا يخدم الموكب على الإطلاق، والحل الوحيد لهذه الظاهرة هو الرجوع إلى الخلف ليسير الموكب بانتظام. ثالثا وأخيرا، إن لجنة العزاء ترحب بمن يجد في نفسه الكفاءة لأن يكون رادود بين قوسين شيار أو من يمتلك قدرة نقل القصائد العزائية. وأخيرا نختتم حفلنا بدعاء يتفضل الأستاذ.